مرحبا بك. خبر جاء من موقع إسباني لأوبجيكتيف اسمه، يتكلم عن رحلة قام بها طائرة حكومية إسبانية إلى الجزائر. رحلة غريبة حسب هذا الموقع الإخباري، يقول أنه طائرة تابعة إلى حكومة بيدرو سانشيز باتجاه الجزائر في عز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. طائرة هذه من نوع داسولت فالكون 900 تي 18 3، انطلقت نهار الجمعة من القاعدة الجوية لتوريخون في أردوز نحو البوليدة، مدينة جزائرية. هي بليدة ما فيهاش مطار بيستقبل هذه الطائرات، وإنما بوفاريك اللي 30 كيلومتر. يقول الموقع هذا أنه الرحلة انطلقت على الساعة 11:06 ونزلت في الجزائر على الساعة 12:20. طبعا يديروا الحساب، هنحسبوا ديكالاج اورير تاع كاين ساعة تختلف بين الجزائر واسبانيا. يقول لك 6 سوايع من بعد، يعني انه الرحلة بقات 6 سوايع، 6 سوايع من بعد اي على الساعة 6:07 مساء، نفس الطائرة قلعت في رحلة العودة، نزلت في مدريد على الساعة 7:12، وحسب المعطيات اللي عندهم يقولوا هم حاولوا على كل حال، هذا حسب المعطيات اللي عندها. والجريدة الموقع هذا الأوبجيكتيف حاول الاتصال بالمونكلوا وبوزارة الدفاع باش يعرفوا أسباب هذه الرحلة هذه، هل كان فيه شخصية رسمية داخل الطائرة، يعني واش كان في الطائرة هذه، ما تلقوا حتى جواب. ويقول لك من وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية تأكد لهم أنه خوزي مانويل ألباريس ورقم 2 تاع الوزارة أنجلس مورينو ما كانوش في الطيارة. شري قال منه خوزي مانويل ألباريس وأنجل مورينو ما كانوش في الطيارة. هذا واش قدروا يقولوا. الرحلة هذه أثارت عدة تساؤلات عند الإسبان، خاصة في الصحافة، لأنه كانت حرية صحافة مش كما الجزائر ما يتكلموش خلاص على هذا الأمور هذه. يقول لك انه هذه الرحله هذه ما كانتش مقرره في عند وزراء حكومه بيدرو سانشيز، وهذه الحكومه اللي ما نفات وما اكدت خبر رحله هذه الطائره. وهذه الرحله تتم في عز ازمه تاع غاز ما بين البلدين، ويعني حتى في وقت وين كاين تهديدات تاع توقيف تموين أوروبا من طرف الغاز الروسي. كاين معلومات تقول أنه الجزائر خفضت من تمويلها لإسبانيا من الغاز 50%. إذن كان أزمة بين البلدين، والأوبجيكتيف موقع الإسباني هذا يقول أنه الرحلة جات تمت 2 شهر بعد توقيف اتفاقية معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجزائر و إسبانيا، وتبقى
يعني هذه الرحلة هذه لغز بالنسبة للكثير من الملاحظين الإسبان. أكيد أنه الطرف الجزائري ماهوش راح يكشف عليها، ولا صحافة جزائرية تحاول تعرف واش صرا، ولكن لما طائرة تقلع من مطار إسباني تجي تنزل في مطار عسكري جزائري ومطار فريق حتى يكون في سرية باش ينزلش في دار البيضاء في مطار دار البيضاء مطار عوارك ومدير الدولي، تنزل في مطار بوفاريك. طبعا هناك أمور راهي تتم في الكواليس. نتمنى على كل حال تكون الصحوة في العلاقات الجزائرية الإسبانية، احنا ماذا بينا بلادنا تكون عندها علاقات طيبة مع الناس كامل. ما هوش من صالح الجزائر يعني باش تكون فيه توتر مع أي جهة كان. ما عندناش حتى فائدة خاصة من الجزائر تستورد وما عندها حتى شيء، يعني ما تنتج والو. بلاد على دماغ مراهي صاير كلاش هذاك اللي عنده دراهم وما عارفش واش يدير بيهم يفسد فيهم وكذا، بلاد راهي عاجزة في واحد يكون شيء. Shut up!